الرئيس السيسي يشارك أبناء الشهداء ومصابي العمليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك. الداخلية تعلن الإفراج عن مجموعة من الغارمين والغارمات تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي. الجيش السوداني يطالب المواطنين بالابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية. تمام 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. هذه جولة إخبارية مفصلة من إكسترا نيوز، أسعد الله أوقاتكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الشهداء ومصابي العمليات احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك للعام الثاني على التوالي. في الاحتفالية التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، قدم الرئيس السيسي لأبناء الشهداء ومصابي العمليات العديد من الهدايا والتقط الصور التذكارية معهم، كما حضر بعض العروض الفنية المخصصة لهم. كرم الرئيس السيسي عددا من أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وأصحاب الهمم خلال هذه الاحتفالية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بصحبة عدد من أبناء الشهداء. حرص الرئيس على وقوف عدد من أبناء الشهداء إلى جانبه وأداء الصلاة معه، فيما أما المصلين مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام الذي أكد أن الجائزة الكبرى التي منحها الله لمصر هي الجيش والشرطة اللذان يقدمان التضحيات في سبيل أمن واستقرار البلاد، كما دعا جميع المصريين إلى الافتخار بالتقدم الذي تشهده البلاد لا سيما على صعيد المشروعات القومية. وما زال هذا الجيش يعطي، وهذه الشرطة الباسلة تعطي إلى وقتنا الحالي. نفرح بمنجزاتنا، بشبكة طرق لم تكن على قبل ذلك أبدا على مستوى تاريخ مصر. نفرح بقناة السويس، نفرح بكل منجز في هذا البلد بنته أيدي مصرية وبأموال مصرية، فحق وحق لنا أن نفرح كما فرحنا بصومنا. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفي تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قال الرئيس السيسي إنه يبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، داعيا الله أن يعيده على المصريين وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. كما أعرب الرئيس عن شكره وتقديره لكل من يساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة التي تنمو بتراكم جهود أبنائها لتحسين جودة حياة كل المصريين وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهاني مع زعماء الدول العربية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث أجرى الرئيس اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كما أجرى اتصالات هاتفية مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس العراقي برهم صالح وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بينما تلقى الرئيس اتصالا من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وقد هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وفي تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أعربت السيدة انتصار السيسي عن تمنياتها بالخير والسلامة والعافية للشعب المصري. في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بالإفراج عن الغارمين والغارمات وبمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر بالإفراج عن مجموعة من الغارمين والغارمات اليوم عقب تمام سداد ديونهم. انسابت الدموع بمجرد أن التقى الأب بابنه المفرج عنه والذي يقضي عقوبة لعجزه عن سداد الدين، والأم بولديها، والزوج بزوجته،
فهذه نماذج للمفرج عنهم من الغارمين والغارمات البالغ عددهم 139 غارما وغارمة أفرج عنهم قطاع السجون بعد سداد ديونهم بتمويل من صندوق تحيا مصر وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وفي إطار المبادرة الرئاسية الإنسانية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لسجون بلا غارمين أو غارمات، وكانت ثمارها هذه الفرحة الكبيرة التي عبر عنها المفرج عنهم. أقول لهم ألف مبروك، ما حلتش لهم واللي بيصرف علي. ببعت رسالة للسيد الرئيس وأقول له كل سنة وهو طيب بهذا اليوم ونصفنا. ألف ألف مبروك إن جه رجع في وسطنا بالسلامة العيال. كنت بجوز إخواتي وأبويا كان تعبان، كان عنده الفيروس وكان تعبان، مات الله يرحمه. فعشان الراجل تأخرنا عليه شوية راح اشتكان أنا وأخوي. تحيا مصر سدت لنا، وبشكر تحيا مصر وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر جمهورية مصر العربية كلها ان هي خلصتني. تحيا مصر مبروك اللي طلعهم والبركة في السيسي اللي طلعهم ويبارك فيه ويعلم رد وكل سنة هو طيب. في حضور قيادات قطاع السجون وعلى وقع الأغاني الوطنية أقام القطاع احتفالية بهذه المناسبة في خيمة أقيمت لهذا الغرض للاحتفاء بالمفرج عنهم من الغارمين والغارمات، وكذلك المفرج عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، لينطلقوا بعدها إلى رحاب الحرية مثمنين غاليا هذه المبادرة الإنسانية التي تمثل السند لهم وسط مصاعب الحياة. ده دفع لي 60,000 جنيه ونجزني من 6 سنين حكم، وأنا عمري 60 سنة معرفش كنت هطلع ولا لأ. القصة ان انا كنت جايبة تلاجة يعني وبحت عشان كنت بعالج نفسي من فيروس سي كبد يعني، فالوقت ان شاء الله لما اطلع اكمل العلاج على المبادرة اللي عملها السيد الرئيس السيسي. كما تم الافراج بالعفو عن 1595 نزيلا تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 269 لعام 2019 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، والافراج الشرطي عن 268 نزيلا ليبلغ اجمالي المستفيدين بالعفو 2002 من نزلاء ونزيلات السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. حرص عدد من المواطنين على الاحتفال بعيد الفطر المبارك على محور رود الفرج وكوبري تحيا مصر الذي افتتح مؤخرا لينضم إلى قائمة المتنزهات والمقاصد العامة التي يتجه إليها المحتفلون بالعيد. إلى جانب الرحلات النهرية والحدائق العامة ينضم كوبري تحيا مصر بمحور رود الفرج الذي افتتح مؤخرا هذا العام إلى قائمة المتنزهات والمقاصد العامة التي يتجه إليها المعيدين. جاي عشان خاطر المكان جميل، فجم اتصوروا فيه كتير فقالوا لي تعالى انزل، قلت لهم ماشي نشوف، الواحد نفسه يغير واول يوم العيد فقلنا نيجي واصحابي كلهم جايين فقلت اجي معاهم. احنا جينا نعوت عشان نتمشى على الكوبري وعرفنا ان في الكوبري في حاجات حلوه فيه وحضرتك فيه اللي هو المشاه الازاز دي، حبينا نتفرج عليها حضرتك على المشاه الازاز وخدت الاسره ومتمشينا عليها وفي امن وامان هناك جامد. أجواء احتفالية يشهدها محور رود الفرج الجديد من المارة الذين قدموا خصيصا لمشاهدة نهر النيل من خلال الممشى السياحي الزجاجي. احنا جينا النهارده نعيد على الكوبري عشان الموضوع كيوريوس جدا ان هو موجود في موسوعه جينيس، فالموضوع حلو قوي، وكان فكره ان انا امشي كده وتحتي كوبري ازاز على الميه جميله جدا، وتخيل نفسي ماشيه على البحر، حاجه فعلا فعلا لذيذه يعني. كل اصحابي جم هنا وعجبوا المكان، وتحس اساسا ان المكان مش في مصر، يعني مكان جميل قوي وراقي وجامع اولاد عمي والدنيا جميله قوي. كوبري تحيا مصر الذي يعد واحدا ضمن المشروعات التنمويه العملاقه دخل موسوعه جينيس كاعرض كوبري معلق في العالم بعرض 67.8 متر، مسهما بذلك في حل مشاكل الازدحام المروري وتقليل مدد الوصول لخدمه قطاع عريض من المصريين. وقد احتفل ملايين المصريين بأول أيام عيد الفطر المبارك في أنحاء المحافظات المختلفة، إذ شهدت الحدائق والمتنزهات العامة إقبالا واضحا عقب الانتهاء من أداء المصريين صلاة عيد الفطر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تكبيرات العيد التي خرجت من حناجر الكبار والصغار ابتهاجا بقدوم عيد الفطر المبارك بعد تمام أداء الركن الرابع من أركان الإسلام ألا وهو صوم رمضان في مختلف مناطق الجمهورية، وحسب السنة المؤكدة
قامت وزارة الأوقاف بتخصيص الساحات لاستقبال المسلمين لأداء صلاة العيد. بعد الفراغ من صلاة العيد يأتي وقت الانطلاق إلى المتنزهات والحدائق التي تشهد حضورا استثنائيا في هذا اليوم، خاصة من الأطفال الذين يطفون جوا من البهجة والسعادة. في ظل إيقاع الحياة السريعة، تمثل الأعياد فرصة طيبة للتزاور وتلقي الأهل والأصدقاء في المنازل وفي الأماكن العامة. جهود مختلف أجهزة الدولة للاستعداد لمثل هذا اليوم، بالإضافة إلى حالة الاستقرار والأمان التي تنعم بها بلادنا، توفر مناخا مثاليا للاستمتاع بمختلف المعالم والأماكن التي يقصدها المواطنون في العيد، مما يعد فرصة لتجديد النشاط. وكما هو معلوم، فالأعياد دوما تعد فرصة للإجازات للعديد من أصحاب المهن والحرف، إلا أن هناك مهنا أخرى أيضا لا تعرف عن هذه الإجازة شيئا، وحرف ارتبط موسم رواجها بأيام العيد. المزيد عن هذه التفاصيل نستعرضه في سياق هذا التقرير. في تمام الساعة 7 صباحا افتتحت حديقة حيوان الجيزة أبوابها لاستقبال زوارها في أجازة عيد الفطر المبارك، فاستقبلت في الساعة الأولى فقط أكثر من 10,000 زائر. محمد علي حارس بيت الشمبانزي وزملاؤه الذين توجهوا إلى أعمالهم في وقت معظم المصريين فيه يقضون أجازتهم، قابلوا المواطنين بالترحاب ورسم البسمة على وجوههم من خلال اللعب مع الحيوانات وتفاعلها معهم. بالنسبة لأيام العيد احنا بنحاول قد ما نقدر ان احنا نوفر الحيوان الراحة، وعشان خاطر نبسط الأولاد الأطفال الصغار اللي الناس اللي هي خارجة من بيوتها دي عاوزة تتفسح عاوزة تتبسط، بنحاول قد ما احنا نبسطهم وبتاع ونقضي لهم ونخليهم يقضوا اليوم يبقى كويس بالنسبة لهم. الحديقة الحقيقة النهاردة احنا يعني فتحنا الساعة 7 صباحا، وده يعني المعتاد طبعا بيبقى مواعيد الحديقة الساعة 9 صباحا، احنا فتحنا الساعة 7، واعتقد ده قبل الميعاد بساعتين. ده فرق كتير معانا جدا في منع اي تكدس. يعني عايز اقول لحضرتك ان من 7 لـ 8 دخل حوالي 10,000 زائر في الصباح المبكر كده، فالحقيقه ده منع التكدس وامتص اي زحمه على البوابات. اشتهر المصريون اثناء الاحتفال بالاعياد ان يتناولوا الاطعمه المختلفه، وعلى راس هذه الاطعمه الكشري الذي اشتاق اليه المصريون خلال شهر رمضان الكريم، مما دفع محمد غالي للعمل في اجازه العيد لتلبيه احتياج المصريين ان يجدوا مطاعم الكشري مفتوحه لياكلوا هذه الوجبه المحببه اليهم. محل الكشري ده يعني وجوده في رمضان بيبقى مقفول، واحنا بنضطر نفتح في ايام العيد ومناسبات السعيده دي بالنسبه للشعب المصري، لانه بيبقى مشتاق لموضوع وجبه الكشري دي. الوجبه دي محببه للشعب اغلبيته كله او عامه، فبالتالي احنا ما بناخدش اجازه في الايام ديت لاسعاد الناس ديت المواطنين بالنسبه لوجبه الكشري. لا أجمل من رحلة نيلية بصحبة الأهل، يستمتع فيها الجميع بالصحبة والهواء العليل ومنظر نهر النيل مع الاستماع للأغاني الشعبية والفولكلورية. أجواء يوفرها عمرو صاحب أحد المراكب، الذي يعتبر عيد الفطر موسم عمل له لا أجازة كمعظم العمال والموظفين، يرسم البهجة على وجوه ركاب مركبه فيسعدهم في أجازة العيد. دي فسحة الناس اللي هي المتوسطة، عرب، خلايجة، مصريين، شعبيين، كل الناس بتيجي تفسح عندنا. فسحة المركب دي بتاعت أعلى ناس وأقل ناس، يعني بتاع كل مصريين وبتاع كل عرب بتاع كل أجانب وكل حاجة. احنا هنا فرد بيبقى بـ10 جنيه لفة نص ساعة، بياخدوا فسحة كده حلوة، فور سيزون، حياة، مجلس ثورة، عروس النيل، سوفت اللي مسلة، قصر السيدات، عمارة فريد، وبيرجع. دي الجولة. مهن عدة ذكرنا بعضها والقليل منها فقط، آثر أصحابها العمل في أجازة العيد للسعي خلف لقمة العيش ولإسعاد غيرهم. بينما يحيا المصريون في هدوء وطمأنينة، هناك أبطال من رجال الجيش والشرطة يدفعون من دمائهم وأرواحهم ثمنا لهذا الاستقرار الذي يحاول الإرهاب دوبا أن ينال منه. لا يرعون حرمة ولا يخافون الله، هكذا هم دائما طيور الظلام من الجماعات الإرهابية المجرمة الذين يرتكبون كل الشرور من أجل إفساد حياة المصريين. آخر هذه الجرائم كان المحاولة الخسيسة لاستهداف كمين أمني جنوب مدينة العريش بشمال سيناء في أول أيام عيد الفطر،
وذلك استمرارا لسياسة العناصر الإرهابية في استهداف الضباط المصريين من قواتنا المسلحة أو من الشرطة. تلك الأفعال المجرمة التي ترتكبها العناصر الإرهابية الضالة مصيرها الحتمي هو الفشل بفضل رعاية الله وتضحيات أبناء مصر من رجال الجيش والشرطة الذين لا يتوانون عن تقديم أرواحهم للزود عن مقدرات هذا الوطن شعبا وأرضا حاضرا ومستقبلا. الدعم المادي الكبير الذي توفره أطراف إقليمية لتلك الجماعات الإرهابية بغرض النيل من استقرار مصر وعرقلة مسيرة الإصلاح والتنمية وتحول كثير من دول المنطقة تحت وطأة أزماتها الداخلية إلى أوكار لأصحاب الأفكار التكفيرية وجماعات القتل والتخريب، يجعل مواجهة الإرهاب تحديا مصيريا. إلا أن جهود أجهزة ومؤسسات الدولة الوطنية المصرية تجعل مخططات الشر هذه تذهب أدراج الرياح، فأبطال هذا الشعب في القوات المسلحة ووزارة الداخلية قد أقسموا على حماية أرض مصر كلها. قوة مصر في مواجهة تلك المخططات الإرهابية تعود في المقام الأول لعزيمة أبنائها وشجاعتهم. وقد أعلنت وزارة الداخلية مصر على 6 من العناصر الإجرامية الخطرة المتورطة في وقعة استشهاد ضابط من قوة مديرية أمن الشرقية. قالت الوزارة في بيان لها إن فريق البحث توصل إلى هوية المتهمين وموقع اختبائهم بإحدى مزارع الدواجن المهجورة بدائرة مركز زقازيق، مشيرة إلى أنه فور وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق عيارة نارية بكثافة اتجاه القوات التي تعاملت معهم، ما أسفر عن مصرع 4 منهم و2 من مساعديهم، فيما تلاحق القوات الأمنية المتهم الثالث، فيما ضبطت القوات بحوزتهم عددا من الأسلحة والذخائر. توقع البنك الدولي وصول معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 5.5% على أن يرتفع إلى 5.8% العام المالي المقبل 2019-2020 ليسجل 6% في عام 2020-2021. أشاد البنك الدولي في تقرير له بتراجع معدل التضخم في مصر من نسبة كانت تقدر بنحو 30% في منتصف 2017 إلى قرابة 13% في الفترة الأخيرة. أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام تقوية البث الأرضي لنقل الأحداث والمباريات المقامة بمصر ليغطي جميع محافظات الجمهورية وبصورة عالية الجودة. قالت الهيئة إن هذا يأتي انطلاقا من حرصها على حق المواطن المصري في مشاهدة الأحداث والبطولات المقامة على أرض مصر عبر قنوات الهيئة الوطنية الأرضية، إذ تم إطلاق قناة تايم سبورتس لنقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر بصورة عالية الجودة، حيث تم تقوية البث الأرضي الرقمي الجديد ليوازي البث الفضائي في جودة وقوة الإشارة والصورة. نلفت عناية حضراتكم بأن قناة تايم سبورتس ستنتشر في جميع مراكز الشباب ببث عالي الجودة HD. القناة تعد انطلاقة جديدة للتلفزيون المصري وإضافة قوية بالميزات التي تتمتع بها. هذا ويتزايد الإقبال لجمهور ومحبي كرة القدم على جميع منافذ تذكرتي قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في 21 من هذا الشهر. مركز شباب الجزيرة كان له نصيب وافر من هذا الإقبال، نرصده في سياق هذا التقرير. إقبال ملحوظ من جمهور كرة القدم في منفذ تذكرتي بمركز شباب الجزيرة لحجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر خلال الشهر الحالي، بالرغم من مرور ما يقرب من 14 يوما على افتتاح المركز، إلا أن الإقبال في ازدياد لحضور المباريات وتشجيع المنتخب المصري فضلا عن حضور مباريات المنتخبات الأخرى. الصراحة التجربة دي يعني أحسن من كل السنين اللي فاتت، علشان الناس اللي بتنصب علينا واللي بيبيع التيكت فوق سعرها، ولكن انا شايف ان السنه دي يعني الدنيا منظمه، بنخش على عن طريق موقع معين بنستلم الحاجه، جينا خدنا التذكره على طول من غير اي مشاكل بنفس السعر، مفيش اسعار ازيد ولا حاجه، فالدنيا يعني انا شايف منظمه جدا الصراحه. لما الناس هنا بصراحه تسهلوا معانا جدا وحجزوا لنا، وموضوع سهل جدا جدا لما تتعامل مع الناس، وانا حجزت المباراه الثانيه ان شاء الله عشان المباراه الاولى تبقى طبعا زحمه جدا جدا، وان شاء الله مصر تاخد البطوله باذن الله. طبعا هي تجربه جميله، لما جينا خدنا لنا كل حاجه منظمه، خدنا الفان اي دي بسرعه، خدنا التيكت برده بسرعه،
وإن شاء الله الأحسن يعني بإذن الله، وإن شاء الله ربنا يوفق مصر بإذن الله. مسؤول شركة تذكرة أعلنوا أن الموقع الذي خصص لحجز وبيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية تم تأمينه ضد عمليات القرصنة للحفاظ على سرية بيانات الجماهير. وأعلن مسؤول منفذ مركز شباب الجزيرة أن تذاكر المباراة الأولى بيعت بالكامل. تذاكر الماتش الأولين كلها خلصت، ناس بس بتجينا كل يوم وبنسلمهم التذاكر. زي ما انت شايف برضو الناس، في ناس بس عندها مشكله انها تيجي تستلم حاجتها، كل الناس بتيجي، اي حد عنده مشكله بنيجي بنساعده على طول، وموضوع الحمد لله ما بياخدش دقايق ان انت تيجي تستلم في الاي دي بتاعتك والتذكره. منذ بدء فتح منافذ تذكرتي وجماهير المصريين تثبت انها مع النظام الذي يليق بمصر في تنظيم بطوله هي الاكبر افريقيا، وذلك في شكل جديد يضمن العداله والشفافيه للجميع في حضور المباريات. هذا ويشارك مئات الشباب يوميا في عملية تسهيل إجراءات الحصول على تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بدءا من 21 من هذا الشهر عبر تطوع عدد كبير من الشباب المصري في منافذ تذكرتي. هنا في هذا الموقع تتلاقى التقنيات الحديثة مع متطلبات جماهير واحدة من أكبر بطولات العالم، كأس الأمم الإفريقية. فداخل هذه الخيمة التابعة لموقع تذكرتي المعني ببيع تذاكر البطولة يلقى المواطنون كل سبل الراحة والمعاونة. نفسي إن الموضوع ده يبقى في الدوري، لأن احنا فعلا نفسنا نروح ماتشات الدوري كمان، فيبقى الموضوع اكستندد على طول بقى، مش جاست البطوله تخلص. فالموقع بروفيشنال جدا، ناس بروفيشنال زي البطولات بره خالص، يعني نفس التنظيم نفس كل حاجه، وده اللي احنا نتمناه لبلدنا يعني ان شاء الله. رحت او ما عرفت الموقع دخلت وقدمت بمنتهى السهوله، ما فيش اي مشكله، قدمت وحجزت خلال يوم، كان جالي الموافقه، استلمت الاي دي والتذاكر عادي جدا. طبعا الفرق ما بين دي والقديم، احنا لو كنا في الاول لما بنعوز ناخد تذاكر بنروح نقف في الشبابيك وبتبقى خناقات، وطبعا النظام انت عارفاه ده. دلوقتي بمنتهى السهوله والدنيا رايقه، بتروح تاخد بمنتهى الاحترام، بتخرج ما فيش المشاكل اللي هي كانت بتحصل. وطبعا موضوع السوق السوداء والكلام ده، فياريت تطبق حتى يعني ان شاء الله بعد بطوله مع كل الانديه، ما تبقاش منتخبات منتخب بس. 35 شابا وشابه يستعدون كل يوم منذ ساعات الصباح الباكر داخل منافذ تذكرتي المختلفة لتوزيع تذاكر البطولة ومساعدة كافة المواطنين والإجابة على تساؤلاتهم المختلفة في وقت قياسي. البروسس كله ما بياخدش أكتر من 8-9 دقايق، يبقى في ناس بتساعدهم من هنا لو حد عنده مشكلة فوري، في فوري قاعد هنا بيدفع ما فيش أي مشكلة. لو حد اصلا ما يعرفش، هو في ناس بتبقى فاكره دي مشاكل، مثلا الناس بتبقى فاكره ان هو ينفع يجي هنا، فاكره منفذ بيع تذاكر، بس هو اكتر ما هو منفذ بيع تذاكر، هو المفروض بيجي يطبع بس فان اي دي، يعني انا هنا مش بتعامل باي فلوس. 15-3-55 هو ايضا جزء لا يتجزا من منظومه تذكرتي لمساعده المواطنين في تساؤلاتهم حول عمليه التسجيل وتصحيح كل المفاهيم الخاطئة حولها، لتستكمل تذكرتي دورها الذي أنشئت من أجله في تسهيل وتأمين حضور مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. ساريا ياسين، إكسترا نيوز. وقد أعلنت شركة تذكرتي بأنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد شرائها إلى مشجع آخر بأي حال من الأحوال، علما بأنه إذا ما تم التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعني فسيتعرض للمساءلة القانونية، حرصا على التصدي لجميع محاولات السوق السوداء. إطلاق موقع تذكرتي أمام الجماهير لحجز تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية. موقع تذكرتي يتميز بعرضه بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية. يتميز موقع تذكرتي بسهولة التسجيل للحصول على بطاقة المشجع. يبدأ المشجع بإدخال جنسيته كخطوة أولى سواء من داخل مصر أو خارجها. يدخل المشجع رقم هاتفه المحمول ليستقبل رسالة نصية تحتوي على كود تشغيل التسجيل. يبدأ النظام في طلب البيانات الشخصية للمشجع، ثم يقوم بالتحقق من البيانات المسجلة. ينتظر المستخدم لحين وصول رسالة نصية جديدة أو إيميل يتضمن الرقم الخاص ببطاقة المشجع وكلمة المرور.
يمكن للمشجع استخدام بطاقته وكلمة المرور واختيار المباريات التي يرغب في حجزها. يتيح الموقع خاصية الدفع باستخدام عدة وسائل تظهر للمشجع. يتسلم المشجع البطاقة والتذكرة من خلال العديد من المنافذ المخصصة. خصص موقع تذكرتي رقما ساخنا هو 15355 لمزيد من الاستفسارات. وقعت منصة ووتشت المنصة الرقمية الأكبر المملوكة للدولة اتفاقية مع مدينة الإنتاج الإعلامي لتسخير كافة الأعمال الإنتاجية الكبرى داخل المدينة لتعرض على هذه المنصة. تأتي الاتفاقية في إطار جهود الشركة لحماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفني المصري ومستقبل صناعة الدراما والسينما. تؤكد الشركة أنها لن تسمح بمزيد من الإهدار أو القرصنة على المواد الفنية أو المحتوى الإبداعي الذي يملكه التلفزيون أو الذي يتم تسجيله وتصويره بمدينة الإنتاج الإعلامي. وتسعى ووتشت عبر شراكتها مع مدينة الإنتاج الإعلامي إلى تعظيم الفائدة للمنتجين المصريين وحماية المحتوى الدرامي المقدم. كان عام 1972 نقطة تحول في تطوير السياسات البيئية الدولية، حيث عقد في هذا العام وتحت رعاية الأمم المتحدة المؤتمر الرئيسي الأول حول القضايا البيئية لصياغة رؤية مشتركة حول كيفية مواجهة الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها، قبل أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 يونيو من كل عام يوما عالميا للحفاظ على البيئة. جهد كبير لا تزال تبذله مصر نحو استخدام الطاقة النظيفة من خلال التوسع في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة. في هذا الصدد فاز مشروع الطاقة الشمسية المقام بقرية بنبان بمحافظة أسوان بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك الدولي. خطوات جادة تخطوها مصر نحو استخدام الطاقة النظيفة من خلال التوسع في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء من الشمس أو الرياح، لما لها من مزايا عديدة أهمها توفير ملايين الجنيهات تكلفة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء. ويعد فوز مشروع الطاقة الشمسية المقام بقرية بنبان بمحافظة أسوان بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك الدولي خطوة مهمة تعكس خطة مصر الجادة في أن تصبح من أبرز الدول المصدرة للطاقة الكهربائية، وليبدأ تنفيذ هذه الخطة انطلاقا من محافظة أسوان لتمتد إلى بقية المحافظات. ويبلغ حجم الاستثمارات في مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان نحو 2 مليار دولار، فيما يقترب حجم الطاقة المولدة من المشروع من حجم الطاقة المولدة من السد العالي
مما يعكس أهميته في أن يكون انطلاقة جديدة في تصدير الطاقة الكهربائية بعد أن نجحت مصر في القضاء على العجز الذي كان في عام 2014. وفي مجال طاقة الرياح، تحتل مصر مقدمة قائمة دول العالم المستثمرة في هذا المجال، إذ أنها تعد أكبر دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا والمنطقة العربية، لديها تطبيقات استخدام الطاقة، ولديها مزارع شاسعة من مزارع الرياح، وبجانب مزرعة الرياح العملاقة بمنطقة الزعفرانة التي تنتج 554 ميجاوات، تقف محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء شاهدا على مشروع عملاق في طاقة الرياح، وهو المشروع الذي افتتحه الرئيس السيسي العام الماضي بطاقة انتاجية تبلغ 580 ميجاوات وبكلفة 12 مليار جنيه. أثرت المقاطعة العربية للنظام القطري بسبب دعمه للإرهاب بشكل ملحوظ على التنظيمات الإرهابية وأنشطتها. بعد مرور عامين على هذه المقاطعة، تمكنت بعض الدول المتضررة من الإرهاب من استعادة أجزاء كبيرة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها تلك التنظيمات وبدعم من الحكومة القطرية. لطالما كانت أنشطة النظام القطري تسير في اتجاه واحد، وهو دعم الإرهاب ونشر الفتنة وتقسيم المجتمعات العربية، حتى أنه لم يترك خيارا أمام الدول الداعية لمكافحة الجماعات الإرهابية سوى المقاطعة. في نوفمبر عام 2014 أكدت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير لها أن النظام القطري يوفر بيئة متسامحة من أجل تمويل الإرهاب، وأن الدوحة تبرعت فعليا بالكثير من الأموال من أجل جماعات متشددة بما في ذلك تنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا. كما يبرز دور قطر في دعم الجماعات الإرهابية من خلال لعب دور الوسيط لدى جبهة النصرة للإفراج عن عشرات الأسرى في سوريا والعراق ودفع مليارات الدولارات كفديات بالمخالفة للقانون الدولي، فضلا عن دعم تنظيمات إرهابية في ليبيا تحت ستار الجمعيات الخيرية وإطلاق يد تنظيم القاعدة والإخوان لتكوين ميليشيات في طرابلس ومصراتة. ومع مرور عامين نجحت المقاطعة في تنفيذ أهدافها بقطع يد الدوحة في الدول المضطربة، حتى أن البعض منها مثل العراق وسوريا استعاد سيادته على جزء كبير من أراضيه بعد انحصار خطر تنظيم داعش الإرهابي، بينما يواصل الجيش الليبي ضرباته القوية لجماعة الإرهاب في طرابلس. تفاقمت الأزمة الاقتصادية في قطر بعد مرور عامين من المقاطعة بسبب دعم النظام الحاكم في قطر والمعروف بتنظيم الحمدين للمنظمات الإرهابية. لا يزال يقودها هذا النظام من خسارة لأخرى مع استمرار استنزاف مواردها المالية. شددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان على تمسكها بسلمية الثورة. أضافت القوى أن على القوات المسلحة القيام بدورها في حماية المواطنين السودانيين. كما اتهمت قوى الحرية والتغيير اللجنة الأمنية في أحداث الاعتصام بالعاصمة الخرطوم.
وقد طالب الجيش السوداني المواطنين بالابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية. قال بيان الجيش أنه لن يتراجع عما أسماه الانحياز لثورة التغيير. وقد رحب رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالتفاوض مع القوى كافة، داعيا جميع الأطراف إلى تقديم التنازلات والعمل وفق أجندة وطنية. تأتي عملية التغيير الذي ينتظم السودان الآن في ظل ظروف بالغة التعقيد نحتاج فيها للحكمة حتى نتمكن من العبور بأمان ونمنع البلاد من الانزلاق في حالة الفوضى والإضرار بمصالح الوطن والمواطن، ومن ثم تهديد الأمن الوطني وتهديد الأهداف التي من أجلها قامت الثورة. طالما أن الشعب السوداني ارتضى سلمية الثورة التي سارت شعاره الأول، وطالما أننا اتفقنا على أن غاياتنا هي مصلحة الوطن، فلا مناص لأي منا إلا الاحتكام لإرادة الشعب من أجل تحقيق الأهداف التي خرج وضحى من أجلها. وبهذا الفهم فإن أي طرف يجب أن يتنازل للوطن ومن أجل الوطن فقط، لا لأي أجندة أخرى، ونحن نؤمن أن هذا هو ديدننا جميعا في المجلس العسكري. أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان الفريق حمدتي أن هناك من ينتحل صفة الدعم السريع لترويع المواطنين بحسب تعبيره. وفي تصريحات له قال حمدتي أنه لا بد من فرض هيبة الدولة بالقانون، معلنا أن المجلس الانتقالي بدأ التحقيق في الأحداث الأخيرة التي جرت، واصفا المفاوضات حول إدارة المرحلة الانتقالية بأنها انحرفت عن مسارها، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي لم يأتي ليحكم، متهما من وصفهم بأصحاب الأجندات بأنهم رفضوا طريق نجاة السودان. أعادت السلطات العراقية فتح المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد للجمهور على مدار الساعة بعد 16 عاما من إغلاقها. أوضح مسؤول عراقي أن المنطقة التي تضم السفارة الأمريكية والمقر الحكومية ستكون مفتوحة دون أي استثناءات أو قيود. الآن والآن فقط في إمكان جميع العراقيين الدخول إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد بعد أن أعلنت الحكومة العراقية فتحها بصورة كاملة لأول مرة منذ 16 عاما. رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قال في مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة تعني أن الحكومة مطمئنة على الوضع الأمني وتريد أن يتحرك الشارع والمصالح والأسواق في مدينة بغداد التي تعد من أكبر العواصم العربية من حيث الكثافة السكانية. مع بداية العيد رح نفتح الخضراء 24 ساعة في كل يوم و24 ساعة، وتنفتح من بوابات إضافية بما في ذلك بوابة وزارة الدفاع، الباب الشرقي أيضا تفتح. هذه كلها مو فقط إنجازات مرورية، هذه مو قرارات سهلة، يعني هاي قرارات لا الأمير كان سووها ولا الحكومات السابقة قدرت تسوي، حاولت مخلصة جادة. عندما أنت تسويها معناته أنت مطمئن إلى وضعك الأمني، معناته أنت تريد أن تخلي الشارع يتحرك، تخلي المصالح تتحرك، تخلي الأسواق تتحرك، وهي قاعد تتحرك بهذا الفعل. أهمية استراتيجية كبيرة تكتسبها المنطقة الخضراء التي تمتد على نهر دجلة وتصل مساحتها إلى 10 كيلومترات مربعة في قلب بغداد، فهي تحتضن جميع السفارات والمقرات الأجنبية وكذلك العديد من الوزارات ومقر البرلمان العراقي وكذلك مبنى مجلس الوزراء. المنطقة الخضراء ظلت خاضعة لحماية مشددة وتم منع الدخول إليها من قبل العامة منذ غزو العراق من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003. وفي الفترة الأخيرة رفعت السلطات العراقية آلاف القطع الخرسانية التي كانت تحيط بالمنطقة أو تقطع شوارع بغداد تمهيدا لفتحها أمام المواطنين في إشارة قوية إلى التطور الملحوظ للوضع الأمني في العاصمة العراقية بغداد. قال الجيش السوري إن مضادات الدفاع الجوي تصدت لسرب طائرات مسيرة في ريف حماه الغربي. وقال مصدر عسكري إن هذه الطائرات التابعة للتنظيمات الإرهابية في إدلب اقتربت من أحد المواقع العسكرية للجيش في منطقة جبرملة غرب حماه،
حيث تم استهدافها عبر مضادات الدفاع الجوية وتم تفجير عدد منها في السماء، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تستهدف فيها المجموعات مواقع الجيش السوري عبر الطائرات المسيرة المعدلة والمحملة بقنابل شديدة الانفجار. نعود مجددا إلى أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالرغم من المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني جراء الدمار الذي تسببت فيه الميليشيات الحوثية والحرب الدائرة، إلا أن اليمنيين لا يزالون يحاولون الاستمتاع بأجواء عيد الفطر. فيما يحتفل المسلمون حول العالم بحلول عيد الفطر المبارك، يقتاط اليمنيون الألم بعد أن سرقت ميليشيا الحوثي فرحتهم وحياتهم بفعل الحرب التي فجرتها والتي سببت بحالة من الفقر لم تشهدها البلاد من قبل. وعلى الرغم من الأجواء القاسية والدمار الذي تسببت فيها الميليشيات الحوثية لليمنيين، ما زال متجر للحلويات في محافظة تعز يعمل، حيث يأتي الكثير من اليمنيين إليه لشراء الحلويات من أجل عيد الفطر بعد رمضان. أعمل في مجال الحلويات لي ورثا عن أبي وجدي له 53 سنة في هذا المجال. أنا أصغر واحد من أخوتي، طبعا احنا مجموعة اخوة نشتغل في هذا المحل. الحرب فرقتنا، اجتمعنا الحين نشتغل، نعود من جديد ونرجع من جديد نشتغل. لكن بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يعيشون في تعز، فإن هذا المتجر الصغير يمنحهم قطعة من السعادة خاصة في العيد. فارق كبير بين أيام العيد في اليمن السعيد وذلك العيد الذي يشهده حاليا جراء الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية. قبل الحرب كان عندنا شغل وكان لا 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 المواد يعني نسبيا، الآن بظروف الحرب ارتفع المواد والدخل يعني مش مع الإقبال، كان الإقبال كان الناس موجودين كامل، الآن الإقبال ضعيف ما عادش أعماكان. ووسط النزوح والفقر الذي يخيم على حياة ملايين اليمنيين وانتشار الفقر، وعلى الرغم من النقص في الأطعمة الأساسية والأدوية والوقود، إلا أن عيد الفطر يعتبر فترة راحة قصيرة لنسيان المعاناة والتمتع بالحلوى وبعادات وتقاليد العيد المبارك. كشفت وثائق سرية يعتقد أنها من إعداد موظفي السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم عن تجسس أنقرة على شبكة نورديك مونيتور الإخبارية التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها. تبين الوثائق الحكومية التركية إدراج التغريدات والمقالات التي ينشرها الصحفيون المعارضون للنظام التركي كدليل على الإرهاب، فيما تحاول السلطات التركية تسليم الصحفيين العاملين في الشبكة تحت زعم ارتباطهم برجل الدين المعارض فتح الله جولان. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن التعاون الروسي الصيني من شأنه أن يكون له مردود إيجابي على المجتمع الدولي بأكمله على حد تعبيره. وقد وصل الرئيس الصيني العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية تستمر حتى 7 من هذا الشهر. استطعنا أن نرقى بعلاقاتنا إلى مستوى عالي ونحصل على الكثير والجديد، ونحن معا دائما نلبي الكثير من العمل المفيد لدولتينا، وفي إطار التغييرات التي تحصل دائما هناك مسؤولية كبيرة علينا تجاه المجتمع الدولي، وليس هناك أي حدود لتحقيق المزيد والمزيد والحصول على الكثير من النتائج الجيدة في الكثير من المجالات. وبشكل مستمر نحن نقوم بتوسيع علاقاتنا ورفعها إلى مستوى عالي.
رئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن العلاقات الروسية الصينية وصلت مستوى غير مسبوق بحسب تعبيره، ما يسمح لشعبي الدولتين بالتعاون والاستفادة من المزايا التنافسية من أجل تحقيق تنمية كاملة. إن في السنوات الأخيرة نحن نرى أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى لا مثيل له، وأود الإشارة إلى أن هذا المستوى من العلاقات يستفاد منه بشكل فعال لكي يتعاون شعباء البلدين ويستخدموا أفضلياتهم للتطور القيم. وفي ظل توتر علاقات روسيا والصين معا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، يأتي التقارب الصيني الروسي ليعزز العلاقات بين البلدين ويزيد المنافع المتبادلة بينهما على الصعد كافة، ولا سيما السياسية والاقتصادية. العلاقات الروسية الصينية، العلاقات الاقتصادية بين البلدين. التبادل التجاري تجاوز 100 مليار دولار. حجم الاستثمارات الصينية في روسيا وصل 35 مليار دولار عام 2018، 70 مشروعا استثماريا بقيمة 120 مليار دولار لا تزال قيد العمل بالبلدين. روسيا تعد المصدر الرئيسي للطاقة للصين. عدة اتفاقيات اقتصادية بين البلدين، استخدام العملات الوطنية في التجارة بينهما بديلا عن الدولار، التعاون في ربط بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. الموقف من القضية الفلسطينية، روسيا تدعم القرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية. الصين تشدد على تأييدها للقضية العادلة للشعب الفلسطيني. الصين تؤكد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية. الموقف من الملف السوري، روسيا تؤكد دعمها للحكومة السورية في حربها ضد الإرهاب. الصين قدمت 3 منح للحكومة السورية خلال 3 سنوات. الصين عملت على زيادة مشاريعها في سوريا بهدف المشاركة في إعادة الإعمار. الاتفاق النووي الإيراني، روسيا تعارض الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني. الصين تؤكد أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني يثير خطر الصراع بالمنطقة. الأزمة في فنزويلا، روسيا رفضت الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو. روسيا أكدت دعمها ومساندتها للرئيس نيكولاس مادورو. الصين انتقدت فرض عقوبات اقتصادية على فنزويلا. الصين حملت الولايات المتحدة أثار العواقب الخطيرة للعقوبات ضد فنزويلا. شبه الجزيرة الكورية، لدى البلدان علاقات وثيقة بكوريا الشمالية على الرغم من إدانتها لإطلاق الصواريخ الباليستية. العلاقات العسكرية، تعد روسيا والصين من أكثر دول العالم تقدما في مجال الأسلحة العسكرية. تحرص الدولتان على المشاركة في المسابقات العسكرية. أدلى الدنماركيون بأصواتهم في الانتخابات العامة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى فوز المعارضة ذات التوجه اليساري على كتلة يمين الوسط التي يتزعمها رئيس الوزراء لارس راسموسن. تسعى ميتا فريدريكسن زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي لأن تصبح رئيسة الوزراء الجديدة للبلاد. في حال نجحت في ذلك فستكون بالتالي ثانية رئيسة للوزراء في تاريخ الدنمارك، إذ كانت رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة هالي ثورنينغ شميدت حققت هذا الإنجاز في عام 2011. أعلن حزب المحافظين البريطاني أن انتخاب زعيم جديد للحزب سيتم في أواخر يوليو المقبل. أوضح الحزب أن خليفة رئيسة الوزراء المستقلة تريزا ماي ستنطلق في إجراءات اختياره على عدة مراحل، حيث سيتم اختيار مرشحين متصدرين اثنين من أصل المرشحين 11، ثم يصوت أعضاء الحزب في كافة أرجاء بريطانيا ليختاروا الزعيم من المنافسين الاثنين. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة الأيرلندية دبلن، وذلك بعد اختتام زيارته الرسمية التي استمرت 3 أيام في بريطانيا. وعقد ترامب جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرابكار
لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية. اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الموساد الإسرائيلية باختلاق معلومات استخباراتية تربط بلاده بالهجمات على ناقلات النفط في إمارة الفجيرة. وتعرضت 4 سفن شحن تجارية في 12 مايو الماضي لعمليات وصفت بالتخريبية قبالة ساحل إمارة الفجيرة الإماراتية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود غدا الخميس طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. انتهت النشرة، هذا تذكير بعناوينها. الرئيس السيسي يشارك أبناء الشهداء ومصابي العمليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك. الداخلية تعلن الإفراج عن مجموعة من الغارمين والغارمات تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي. الجيش السوداني يطالب المواطنين بالابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية. بإمكانكم وكالمعتاد متابعة المزيد من الأخبار والتقارير عبر الموقع الإلكتروني عنوانه extranews.tv، كما يمكنكم متابعة جديد الأخبار والتطورات أولا بأول عبر حساباتنا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. في أمان الله.